دكتور احمد، اولا خلينا نعرف اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي قبل ما نتكلم عن اي مقارنات. تمام. الاول الاسماعيلي يعني بيمر في البدايه كان مع المدرب الصربي، بعدين تولى كابتن ادهم السلحدار، ده واحد من ابناء يعني الاسماعيلي في الجيل الذهبي، حصل على بطوله الدوري سنه 90 مع النادي الاسماعيلي، وحصل على كاس مصر سنه 97، بعد كده راح الترسانه، بعد كده المعادن. ده يمكن مسيرته عشان الناس برضو تكون عارفاه كلاعب. بعد كده في كمدرب تولى نادي المعادن، بعد كده راح الاتحاد الليبي كمدرب عام، اخذ معاهم الدوري واخذ الكاس، ووصل نص نهائي الكونفدراليه مع الاتحاد الليبي، دي يمكن اول مره في تاريخ النادي الاتحاد الليبي يعني. بعد كده تولى فريق الشباب في فريق الشباب السعودي، وبعد كده نادي الصفا السعودي كمدرب، بعد كده نادي الحمام ده الدرجه في الدرجه الثانيه في مصر، بعد كده تولى اداره النادي الاسماعيلي في مهمه مؤقته. يمكن ابرز نقاط قوه الاسماعيلي طبعا الثلاثي الامامي. النهارده الثلاثي الامامي بيمتازوا بالسرعات، بالمهاره، بالحلول الفرديه الكبيره، سواء عبد الرحمن مجدي اللي هو بيلعب بالجناح، يعني التشكيله المتوقعه بتاعتهم اللي هي 4-3-3. ممكن تقول لنا التشكيله المتوقعه حتى هذه اللحظه التشكيله للنادي المتوقعه الاسماعيلي؟ يعني بنسبه 99% ممكن يحصل اختلاف واحد بس هنقول عليه، يمكن في حراسه المرمى محمد مجدي، الاثنين المساكين محمد هاشم وباهر المحمدي، الباك اليمين احمد ايمن بيرجع النهارده من الاصابه، محمود البدري ده باك ليفت، الثلاثة الارتكاز محمود دونجا لاعب نادي الزمالك السابق، وهمام طارق اللي بيتحول كصانع العاب، ومحمد بيومي. الاختلاف الوحيد هنا انه ممكن يدخل عماد حمدي لخبراته عن محمد بيومي، فممكن يدخل عماد حمدي مكان محمد بيومي. دي النقطة الوحيدة اللي ممكن يحصل فيها اختلاف في تشكيل الاسماعيلي، لكن بقية التشكيل واضحة. واضح عندك الثلاثة اللي قدام دول برضو مفيش خلاف عليهم، سواء عبد الرحمن مجدي، سواء بيكيتي، او قدام محمد الشامي. شلونجو ممكن يكون ورقة رابحة في الشوط الثاني يستخدمه، ولكن الثلاثة اللي قدام او الأربعة اللي قدام، نقاط القوة الأربعة اللي قدام، سرعات عبد الرحمن مجدي ممتاز جدا بالاختراق من العمق والتسديد، بيكيتي لعيب من غينيا بيساو شفناه في كأس الأمم الأفريقية لعيب مهاري ما كانش بيبدأ، ولما بدأ يديله كابتن أدهم السلحدار في الفترة الأخيرة شفنا ان هو لعيب مهاري قوي. يمكن تشكيله النادي الاسماعيلي يمكن نفس التشكيله باستثناء محمد مخلوف هو اللي دخل كارتكاس ثالث، بيلعبوا 4-3-3. خطوره الاسماعيلي هتبقى في همام طارق اللي هو اللاعب رقم 10، واحد من احسن اللعيبه، بصير، لعيب عنده الرؤيه، هو اللي بيحول طريقه اللعب بتاعت الاسماعيلي من 4-3-3 ل4-2-3-1. لعيب خطير جدا في تحركاته في العمق، دايما بيقطع محمد الشامي من اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف، عنده نفس ميزه جونيور اجاي، وهمام طارق هو اللي بيقطع في العمق نفس الشكل ده كده، محمد الشام بيتحرك على الطرف وهمام طارق بيقطع في العمق. عبد الرحمن مجدي خطورته ان هو دايما بيبقى عايز يدخل لجوه ودايما عايز يشوط. بيكيتي من اللعيبه اللي عندها قدره على المراوغه، النهارده محمد هاني عنده مباراه صعبه قدام لعيب زي بيكيتي، لعيب عنده مراوغات ناجحه كتير جدا، واحد من اعلى اللعيبه كانت في بطوله كاس الامم في المراوغات الناجحه. اذا الاربعه اللي قدام دول نقطه قوه واضحه للاسماعيلي. الطريقه في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 4-3-3 بالشكل ده بعوده همام طارق كارتكاز ثالث معاهم مع محمد مخلوف ومع دونجا، لكن في الحاله الهجوميه هتلاقيها بتتحول ل 4-2-3-1. ومعانا حتى بالصور لو جبنا التنظيم الهجومي او الحلقه التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي هنبص نلاقي الاربعه اللي قدام يعني نفس الشكل ده، هنبص نلاقي ان اللعيب اللي هو همام طارق هو اللي بيقطع للعمق، لعيب مميز جدا همام طارق، واحد من احسن اللعيبه اللي عندها رؤيه، بصير، عنده بيوصل محمد الشامي، لكن محمد الشامي لعيب هنلاقيه بيتحرك بياخد المدافعين معاه وبيفضي مساحات في ظهر المدافعين بتوع النادي الاهلي. يبقى اذا يجب ان يكون هناك حذر من خط دفاعنا لهمام طارق لما يقطع لوسط للعمق او للعمق علشان طبعا ياخد الكرات اللي خلف طبعا محمد الشامي. الحاجه دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الحذر من عبد الرحمن مجدي ناحيه علي معلول. عبد الرحمن مجدي مميز بالتصويب والدخول للعمق، النهارده انت يعتبر بتلعب بارتكاز واحد اللي هو اليو ديانج. فاليو ديانج كارتكاز واحد لازم مهم جدا هيبقى عليه شغل كبير جدا. اليو ديانج مباراه هتبقى يعني هتبقى صعبه جدا على اليو ديانج ان هو بيلعب ارتكاز واحد، يعني طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي النهارده اقرب الى 4-1-4-1 او 4-1-3-2 على حسب اللي احنا هنشوف دور جونيور اجايه. هل جونيور اجايه هيبقى مهاجم تاني والطريقه هتبقى 4-1-3-2 اللي هي طريقه 4-4-2 دايموند، ولا هتبقى ال 4-1-4-1 بوجود جونيور اجايه زي المباراه الاخيره كجناح شمال، ولا 4-2-3-1 بوجود مجدي افشه بوجود كارتكاز ثالث كارتكاز تاني جنب اليو ديانج. فدي برضو كذا يعني ليها كذا طريقه النادي الاهلي، لكن في الغالب هيبقى اليو ديانج طبعا هيبقى عليه مهمه كبيره جدا ان انت عندك عبد الرحمن مجدي وعندك بيكيتي وعندك محمد الشامي وعندك همام طارق، حته العمق دي لازم تكون مقفوله بشكل مميز جدا. دي نقطه يعني خطوره النادي الاسماعيلي. نقاط ضعف النادي الاسماعيلي انت بتتكلم الكرات العرضيه عندهم مشاكل كبيره جدا، محمد هاشم وباهر المحمدي في التمركز في الكرات العرضيه
سيئين جدا في التمركز في الكرات العرضيه. الباكات بتاعت النادي الاسماعيلي يعني احمد ايمن ومحمود البدري الاثنين تقدر ان انت ثغرات دفاعيه واضحه سواء الباك اليمين او الباك الشمال، يقدر النهارده اللي هيلعب على الاطراف سواء لاعب احمد الشيخ طبعا ناحيه اليمين، يعني احمد الشيخ هيلعب على محمود البدري اللي هو الباك ليفت، والناحيه الثانيه سواء بدا اجاي او بدا الشحات ناحيه الشمال، دي نقاط ضعف واضحه تقدر ان انت تستغلها على الاطراف. يعني نقاط ضعف الاسماعيلي التمركز في الكرات العرضيه رقم واحد، رقم اثنين الظاهرين ضعيفين جدا في التمركز في التغطيه العكسيه والتمركز الدفاعي. الحاجه الثانيه برضو لعيب زي دونجا اللي هو رقم 6 اللي هو الارتكاز الدفاعي بتاع نادي الاسماعيلي، ده اصلا لعيب هجومي ارتكاز بوكس تو بوكس اكتر منه لعيب قطع كرات. أيوه. وبالتالي بيبقى في مساحات في ظهره كبيره جدا. النهارده دور محمد مجدي قفشه ممكن النهارده يكون دوره اهم لاعب في الماتش تحديدا دور محمد مجدي قفشه في المساحات اللي ورا دونجا اللي هي في الزون 14 المنطقه رقم 14 اللي هي الحته دي تحديدا في المساحات اللي ورا دونجا دايما بيسرح، عنده اخطاء دايما ان هو بيزيد، ان هو لعيب طبعه هجومي اكتر، بيديك التمرير الطولي. يعني في مباراه الاسماعيلي والاتحاد اللي هي الاتحاد كسب فيها 4 كانت مشكله الاسماعيلي في النقطه دي في الزون 14، كابتن طلعت يوسف مدرب الاتحاد لعب عليها، لعب باكتر من لاعب في الحته دي وكانت كل الاجوان من المنطقه دي. فتحديدا ان دونجا ما بياخدش الكره الثانيه في الاسماعيلي، وبالتالي تقدر ان محمد مجدي قفشه النهارده وحسين الشحات لو لعبوا في المنطقه دي تحديدا محمد مجدي قفشه يقدر ان هو يستغل الثغره الاهم في النادي الاسماعيلي. اذا هناك ثغره واحده واضحه جدا ما بين خط وسط النادي الاسماعيلي وخط الدفاع والمساحات اللي ورا الظهير الايمن والظهير الايسر، والكرات العرضيه في التمركز لمحمد هاشم وباهر المحمدي ضعيفين جدا فيها. برضو من ضمن نقاط القوه في الاسماعيلي الضربات الثابته يمكن لو بصينا ازاي هم سجلوا اهداف مع كابتن ادهم السلحدار، خلينا نروح للجرافيك اللي واضح لهذه الاشياء بالارقام لهذه الكرات كيف سجل النادي الاسماعيلي اهدافه في اخر ثلاث ماتشات مع كابتن ادهم السلحدار تحديدا. هنلاقي ان هدف منهم اختراق من الجبهه اليسرى وعرضيه داخل منطقه الجزاء سجلها، ادي اول هدف اهو ده. بص اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو تحركات همام طارق على الورق اصلا ارتكاز ثالث، لكن في الحاله الهجوميه بيدخل للعمق. اللي معاه الكره هناك اللي بيرفع ده محمد الشامي. بيتحرك على الاطراف، همام طارق بيقطع، ولو بصينا هنلاقي مين اللي جاي من ورا، عبد الرحمن مجدي. فدي ده اول هدف. الهدف اللي بعده هنبص ادي ده لما اترفعت همام طارق قطع في العمق وسجلها. تمام. الصوره اللي بعدها برده دي هدف من ضربه ركنيه، زي ما قلت لحضرتك عندهم مميزين بالضربات الركنيه مع المدرب ده تحديدا اللي هو كابتن ادهم السلحدار. اسيست بالذات عبد الرحمن مجدي. أيوة. عبد الرحمن مجدي من احسن اللعيبه اللي بتعمل العرضيات في الضربات الركنيه والضربات الثابته، مميز جدا بلعبها. برده الكره اللي بعدها هنلاقي ضربه ثابته ثانيه اتلعبت لهمام طارق. همام طارق لو بصينا في الثلاث اهداف دول مسجل هدف وعامل اسيست من ثلاث اهداف، عامل مشترك دائم في الاهداف مع كابتن ادهم السلحدار. لو بصينا برده على الصوره اللي بعدها اهي، دي بص حضرتك بص الرؤيه بتاعه همام طارق. همام طارق بيدي التمرير الطولي لمحمد الشامي اللي بيقطع ما بين الباك وما بين السرد باك اهو في المساحه الفاضيه اهي. هتتلعب الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي الكره وصلت له اهي. اذا دي نقطه مهمه جدا، تحركات محمد الشامي وتمريرات همام طارق. الصوره اللي بعدها برضو اهي بص دي غالبا الوقفه اللي هتكون النهارده بكيتي مثلا لما هيبقى يرفع وقدامه محمد هاني، هنلاقي الزياده العدديه هم الثلاثه دول. همام طارق دي جت خطر جدا اتلعبت في ظهر رقم 22 الباك ليفت، وهمام طارق دخل، همام طارق لعب بس ما لحقهاش دوبك طولت منه. اتفضل. فدي حاله هجوميه مهمه جدا، شكل التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي هيبقى قدامنا كده. انت عندك بكيتي ناحيه الشمال، همام طارق، الثلاثه اللي قدام دول تحديدا، وفي الحاله الدفاعيه هم 4-3-3. اتكلمنا على الثغرات اللي عندهم كتير تقدر ان انت تستغلها، يعني النهارده كمان ممكن يكون بادئ بمروان عشان يستغل نقطه الكرات العرضيه. الكرات العرضيه بالظبط دي نقطه كده مهمه جدا، بادئ بمحمد مجدي قفشه مثلا وحسين الشحات في العمق يقدروا يستغلوا نقطه المساحات اللي ورا دونجا. ولكن يعني احنا لسه مش عارفين حسين هيبقى في العمق ولا على الاطراف، هناك قد يكون هناك تحديدا محمد مجدي قفشه. بالظبط تحديدا خلينا في محمد مجدي قفشه. ولكن نقطه النهارده يعني ممكن تكون اللي تمثل ازعاج شويه هي اليو ديانج لوحده كارتكاز واحد قدام لعيبه مهاريه، عبد الرحمن مجدي قدام بكيتي قدام محمد الشامي قدام همام طارق، فلازم يكون في ارتكاز معاه يسانده، مش هينفع يلعب لوحده قدام السرعات الموجوده دي كلها. دي النقطه الوحيده اللي ممكن الاسماعيلي النهارده يتفوق فيها.